نور خريس من ميسا الورد. احنا شركة أردنية تأسست عام 2003 متخصصين في صناعة الألعاب الخاصة للموبايل والأونلاين. موجودين هنا في معرض دبي للألعاب للتأكيد على صناعة الألعاب في الشرق الأوسط اللي هي عم تكبر سنة بعد سنة، وهي السنة الثالثة لنا نشترك في المعرض. وندعو كل الشركات المحلية والعالمية يتفاعلوا أكثر في مجال صناعة الألعاب في الشرق الأوسط. كيف شايف الاندستري؟ الاندستري الشرق الأوسط بشكل عام الجيمينج عن الألعاب، صناعة الألعاب عم تكبر. هناك طلب كبير من جميع الأشكال على الأونلاين ولا الموبايل، حتى على المستوى الكونسول الجيمينج. والعالم السوق العالمي بالرغم من اللي صار الأزمات الاقتصادية، السوق العالمية عم تكبر من ناحية الألعاب والإنترتينمنت مرة جديدة في الفترة الماضية. أوكي، شكرا جزيلا. شكرا لك.